البحث المضني عن نقطة البداية مصيرنا في هذا الوجود. تشي البداية هنا دائما حتى النهاية، النهاية التي لا نريدها، لتبعدنا البداية عن أبديتها نحو مصير الزول النائي والنهائي. الأزهار التي تجمل حياتنا اكتمالها في نهايتها، ولو كانت تشهي بها الرغبة حتى البداية لما أصبحت وردة. الفراشة لو دعتها الغاية إلى البدايات لما عانقت بجناحيها صروح الجمال وأعناق السماء. فتعانق الزهرة الفراشة، وتعانق الفراشة الزهرة، ليكتبوا لنا جمالية النهاية بعنفوانها المودع للبداية. في أعالي الأشجار تكون السماء أقصر، بداية الشجرة ونهايتها المحتومة أكثر جمالية من شموخ السماء. تنتصر الأشجار بنهايتها على أبدية السماء، لأن الأشجار لا تغيب في الليل عنفوانها، ولأن شمس تغيب فيصيب الوجود الركود. تبقى الأشجار منتصبة حتى عند الغروب. إلى متى نقلد الشمس؟ أبديات متكررة لنهاية تنتهي كل يوم.
Thank you.